عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسك بخير يا شيخ. حياك الله. سنة طال عمرك. وقمت بأداء تحية المسجد في وقت العصر قبل الصلاة، وأريد أن أصلي أربعا، فصليت ركعتين ثم قمت سهوا، هل أكملها ثلاثا وأجلس للتشهد وأسجد السهو، أو أتمها أربعا بتشهد واحد؟ بارك الله فيك. شكرا. أنت مخير، إن شئت أكملتها أربعا بسلام واحد لأن النهار يجوز في هذا، وإن شئت جلست واقتصرت على ركعتين ثم تسجد للسهو. نعم.